اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. نونو جوميش، نونو جوميش واحد من اهم وافضل اللاعبين واسطوره من اساطير منتخب البرتغال. انا شخصيا كنت بحب اقعد اتفرج على منتخب البرتغال علشان نونو جوميش، هذا اللاعب العبقري، اللاعب انا كنت بحب لعبه جدا جدا جدا، وجيل كبير جدا من الناس اللي مهتمه بالرياضه وكره القدم في مصر تعرف هذا اللاعب الاسطوري الكبير. وكواليس توقيع سواريش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وعقود تدريبه لنادي الاهلي، نروح لنونو جوميش من البرتغال من خلال طبعا تقنيه زوم. اهلا بك نونو جوميش على شاشه قناه النادي الاهلي، سعداء جدا بوجودك معانا. It's a pleasure for me my friend. حسنا، سعيد جدا لوجودي معكم صديقي. اهلا وسهلا، يعني خليني ابدا معاك الاول، كيف ترى فكره تعاقد النادي الاهلي مع المدرب البرتغالي ريكاردو سوارش؟ نعم، اعتقد كانت فكره جيده، اعتقد انها كانت فكره رائعه تعاقد مع كوتش ريكاردو سوارز. كوتش ريكاردو سوارش هو من افضل المدربين الشباب في البرتغال. نعم، هو قدم اداء جيدا في الموسم المنقضي في البرتغال مع جيل فيزنتي. هو لفت انتباه مسؤولي الاهلي، الامر مختلف الان في الاهلي، ففريق الاهلي يخوض بطولات تنافسيه كبيره، الأهلي من أكبر فرق أفريقيا، فأعتقد أن ريكاردو سيؤدي جيدا مع فريق الأهلي، وهذا مما سيفيد الفريق، ومعا سيحققان أشياء عظيمة للفريق والمدرب. طيب معلش، هو سؤال ناس كثيرة جدا سألت في مصر، هو سوارش ولا سوارز ولا سوارس؟ ريكاردو إيه بالظبط؟ سوارش. نعم، ريكاردو سوارش. طيب يبقى اذا سوارش ده خلاص اعتمدنا كلمه سوارش يكون متواجد. طيب اهم السمات الشخصيه لريكاردو سوارش، لان حضرتك تعلم ان الاهلاويه هنا في مصر الحقيقه 70 80 مليون اهلاوي بيتابعوا النادي الاهلي، وحابين يعرفوا اهم السمات الشخصيه اللي خلت النادي الاهلي ينظر لهذا المدير الفني. نعم، أعتقد كما قلت سابقا الأهلي قد أصاب في اختياره أن يختار ريكاردو سوارش كمدير فني جديد للفريق. أعتقد أن النادي لديه أشخاص قد عملوا بشكل احترافي كبير ليصلوا إلى هذا الاختيار، إلى اختيار ريكاردو. أعتقد أن المدير الفني لديه قدرة كبيرة على بذل المجهود لإيصال الفريق لأفضل حال. أعتقد أن ريكاردو سوارش هو على المستوى الشخصي شخص رائع، هو يحب دائما الانخراط مع اللاعبين وأن يكون في وسط اللاعبين دائما وأن يعتني باللاعبين. أعتقد أنه هو يعتبر اللاعبين كعائلة، هو يحب هذا المناخ. فأنا أؤمن تماما أن لاعبي النادي الأهلي سيحب المدير الفني ويحب طريقة عمله وطريقة تعامله مع المواقف المختلفة. هو يتعامل مع المجموعة كفريق كعائلة، هو يعمل على تطوير اللاعبين، معه المساعدين الذين يعملون ايضا على تطوير اداء اللاعبين. تمام، امبارح كانت مباراه الاهلي وبتروجيت، تابعت هذه المباراه؟ ولو تابعتها رايك في بدايه سوارش، اول مباراه لي او بعد اول مباراه تاهل لاول بطوله او لنهائي اول بطوله مع النادي الاهلي؟ نعم، كانت مباراة تبدو سهلة، ولكن كانت مباراة حماسية. أعتقد أن الفوز
الفوز قد أعطى روحا كبيرة في داخل النادي. من الصعب أن تحلل أداء المدير الفني في أول مباراة. طبعا. وبالطبع يجب أن نعطي المدير الفني الوقت ليطبق أفكاره ويطبق طرق لعبه. إنه الأمر يبدو جنونيا، كم المباريات التي خاضها الأهلي في الفترة الأخيرة. فبالتالي يجب علينا إعطاء الفريق والمدير الفني الوقت الكافي لنرى كيف سيكون الأداء وكيف ستكون أفكاره على أرض الواقع مع مجموعة اللاعبين. الأمر يجب أن يسير خطوة بخطوة، والتطور سيتحقق تباعا على مستوى الفريق. بالأمس لم ألاحظ شيئا مميزا. الأمر لم لاحظت بعض التغييرات البسيطة، ولكن بعض التوصيات التي قالها المدير الفني للاعبين. بالطبع الأمر ليس سهلا عليه في أول مباراة، وليس سهلا على أي أحد أن يحلل الأداء وأن ينسب هذا للمدير الفني، ولكن دعنا نرى في الفترة القادمة ماذا سيحدث. كأسطورة في كرة القدم وكلاعب كبير في كرة القدم في البرتغال، منتخب البرتغالي وبنفيكا وكل الأندية اللي لعبت ليها، كم من الوقت من الممكن أن نرى أو جمهور النادي الأهلي يرى بعده طريقة أو شغل أو مهارات المدير الفني ريكاردو سواريش من خلال الفريق طبعا؟ بالطبع الأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا أن نقول كم من الوقت، ولكن الأمر يعتمد على البداية. البداية إذا كان لديك تأقلما سريعا مع المدير الفني ومع أفكاره، فأعتقد ربما شهر أو شهر ونصف فنرى نرى التغيير ونرى نتائج أفكار المدرب على الفريق، ولكن الأمر سيأخذ بعض الأسابيع كما ذكرت. نعم، لنرى تغيرا حقيقيا على مستوى الفريق وعلى مستوى اللاعبين. بالطبع الأمر لا أحب أن أقارن، ولا أحب أن أقارن ما قبل وما بعد، ولكن ولكن الأمر يعتمد على مدى تقبل اللاعبين لطريقة المدير الفني الجديد. طيب، حضرتك زرت النادي الأهلي وكنت متواجد في النادي الأهلي، كلمني عن انطباعك في زيارتك للنادي الأهلي الأخيرة. حسن، في بداية الأمر دعني أقول أني لقيت معاملة جيدة جدا، معاملة ممتازة داخل الفريق داخل النادي. أنا كنت مندهش جدا وقت زيارتي للنادي. أنا سعدت كثيرا بالمقابلة التي لقاها المدير الفني، و النادي بدا له كما لو كان بيتا. أعتقد أن اللقاء كان مليئا بالعاطفة، الجميع استقبله بحرارة، وأيضا اللقاء مع رئيس النادي كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة استقبلونا جيدا. كل واحد في النادي الأهلي يعرف دوره جيدا ويعرف ما عليه جيدا. النادي منظومة رائعة، النادي الأهلي منظومة رائعة واحترافية جدا. أعتقد أن النادي الأهلي يوفر حالة جيدة للفريق والمدير الفني الجديد، وأتوقع له
عملا جيدا ووجدت الكثير من الحماس من العاملين في النادي واللاعبين تجاه المدير الفني، فأتوقع لهم النجاح في الأعوام القادمة. لا أعرف إذا كان الأمر ممكنا، ولكن أتوقع له النجاح مع الأهلي لسنوات قابلة. أنت تعلم أنه في خلال الشهرين القادمين في ثلاث بطولات قد يفوز بيهم النادي الاهلي، اعتقد هتكون بدايه جيده جدا لو ريكاردو سواريز قدر ان هو يفوز بالثلاث بطولات. نعم بالطبع، اذا استطاع ان يفوز بالثلاث بطولات يوجد امامه الكثير من العمل والكثير من المجهود، ولديه الكثير من الإصابات كذلك. أتمنى لهم أن يتعافوا وأن يلحقوا بالفريق، ستكون إضافة قوية لأفكار المدرب ولكينيا الفريق ككل. النادي الأهلي نادي كبير، يجب عليه أن يفوز بكل بطولة، هذا ما عود عليه جماهيره. نعم، فأتمنى لكم التوفيق في الثلاث بطولات. طيب، هل تعتقد أن سواريش سيسير على خطى مانويل جوزيه اللي كل جمهور النادي الأهلي هنا بيعتبره أسطورة من أساطير التدريب سواء في البرتغال أو حتى هنا في النادي الأهلي؟ نعم، هذه هي فكرة النادي. حينما يختار مديرا فنيا كريكاردو سواريش، فهم اختاروه أن يقود الفريق للبطولات وأن يحقق المزيد من البطولات مع النادي. بالطبع مانويل خوسيه كان أسطورة في البرتغال قبل أن يكون في مصر، هو كان المدير الفني الخاص بي حينما كنت في بوافيشتا. ليس سهلا أن تحقق ما حققه مانويل جوزيه، ولكن هذه هي الفكرة، هذا هو ما يريده النادي الأهلي وهذا ما يريد تحقيقه. نفس الجذور من البرتغال ونفس الخطة. أنا بشكرك جدا نونو إن أنت كنت معانا النهاردة، أنا عارف إن أنت مستعجل، وبشكرك جدا على تخصيص هذا الوقت لقناة النادي الأهلي للتعريف بالمدير الفني الجديد ريكاردو سواريش. بشكرك جدا على تواجدك معنا، الأسطورة البرتغالية نونو جوميش عبر تقنية الزوم الحقيقة من البرتغال كان موجود معنا، اشرح لنا شوية أو اتكلم معنا شوية عن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم سمعتوا، رجل إن شاء الله يكون هو، هنستنى شوية وهنصبر إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة حتى نستطيع أن نقيم هذا المدير الفني إن شاء الله خلال الفترة القادمة.